عندنا الزبدة وعندنا الليمون وعندنا الثوم. طب ازاي نخلي الثوم ما يتحرقش في الصوص ده ويدينا طعم الثوم اللي هو زي الطشة؟ هقول لكم حالا ازاي. وعندنا شوية اوريجانو وملح، بس هي دي الصوص. هناخد الاول مش الزبدة كالعادة، هناخد الاول الليمون، نحط شوية ليمون اهو. صوص بيبقى مزز ودسم، والمزازة والدسامة بيعادلوا بعض، يعني المزازة بتخفف نكهة الدسامة. هناخد الثوم هنا على الليمون كده، مش هيتحمر خالص. سر من اسرار الصوص ده ان الزبده ما تتضافش مره واحده. الزبده لازم، هتلاقوني حاطه نار متوسطه، لو اتضافت مره واحده هتقطع، يعني هتفرول. احنا هنضيف قطع كبيره ونقعد مع بعض كده نسيحها. الحاجات الحلوه عايزه تتعمل بمزاج وتطلع صح، مكوناتها بسيطه بس تتعمل صح. حطينا الملح ندوبه بالليمون، ونبتدي ناخد الزبده. شايفين مقطعاها قطع عشان كل قطعه اقعد كده ادوبها جوه. هنعلي الحراره دلوقتي، ادوبها جوه الليمون، وده اللي بيعمل حاجه اسمها مالسيفيكيشن. هو ايه المالسيفيكيشن؟ هو عارفين لما نحط الزيت على الليمون او الخل على الزيت، لما نيجي نعمل الصوص الدريسنج بتاع السلطه، لما نحطهم على بعض ونضربهم بالمعلقه كده، هل بيختلطوا؟ بتفضل نقط الزيت واضحه. لما نضربهم كويس او نحطهم في ازازه ونخدهم كده نرجهم، بيدخل جوه بيسموها ذرات الزيت الصوص الليمون والنكهات دي، فبيتحول لقوام سلس كده. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بندخل الزبده عن طريق التحريك والتدويب البطيء جوه الليمون. هناخد مكعب تاني. هي زي ما قلت لكم دسم، بس هما بيعملوها كده على فكره في المحلات، وكمان بيحطوا نشا، واحنا مش هنحط اي نشا خالص نربط الصوص، هي هتتقل كل ما نزود الزبده. اذا ممكن نعمل الباتر فلاي دي، انا اول مره كلتها الصراحه، كلتها مع الصبيط، فنفس الفكره. هناخد الصبيط او الكلاماري ونشوحه بالزبده، وبعدين نحط الصوص عليه، بس مع الصبيط بنكتر الصوص، تبقى زي يعني تاخدوها بالمغرفه كده. هنا احنا هنحط شويه، وممكن نحط على جنب شويه تانيين، عشان هنا في قشر وفي راس، الواحد يعرف ايه يمسكها بايده ويقزقز كده. وحشتنا قزقزت الجمبري والكابوريا. هنزود لسه قوامها خفيف، هنزود كمان مكعب وندوب. شايفين ابتدت، مفيش مش فاصله، ابتدت تتخلط كويس مع الليمون. تعالوا نبص بصه كده على الفرن، اسيب دي ثانيه على السمكة. الله، سمكة شايفين ابتدت تاخد لون، وبان اللحم هنا انه ابتدى يبيض يعني يستوي. البطاطس مستوية، الكابوريا سواها سريع جدا جدا، فهنسيبها على النار ونرجع هنا نقلب عشان ما يفصلش. تعالوا نبص على الحتة دي اللي هنا حطيناها تتحمر، لا دي لسه عايزة تحمير، انا وطيت النار نعليها. اذا هنا بنقلب بنقلب بنقلب، وهيتحول معانا الصوص لده. انا ممكن اضيف دلوقتي الكميتين على بعض عشان يبقى عندنا كميه حلوه. نقلب خلاص، قوام الصوص هيتقل لانه الزبده من الحاجات اللي لما تبرد شويه بتتقل، فما نعملوش تقيل قوي على النار. تعالوا نبص على قوامه، هو لما بيقعد هيتقل. هسيبه شويه يتاثر زي ما بنقول، يعني تو ريديوس الريدكشن، يعني لما نبخر السوائل من الصوصات على الهادي كده من غير ما نضطر عشان نربطها نضيف نشا او دقيق. هقلب واقول لكم حاجه عشان يطلع مظبوط قوي، اخر واحده خلاص، سامحونا بقى، هي محتاجه شويه دول. اذا تعالوا الصوص حطيناه في طبق، يبقى جنب الجمبري يتقدم على طول. الصوص سخن والجمبري لسه فريش سخن، نديله شويه كزبره او بقدونس كده نوزعها تليق معاه جدا، ونحط له كده برده للي بيحب ليمون في النص كده. وعملنا طبق منعش وفريش وحلو بكل بساطه، بصوص سهل جدا. احنا الصوص ده بنحبه زي ما قلنا ومنعرفش نعمله، اهو طالع بيرفكت. هنحط الطبق ده قدامنا كده، مغري الطبق ده،
اللي بيحبوا قزقزه الجمبري هي مزاج الصراحه. وهتلاقوني حطيت في سوسيره صغيره، لو فضل معانا وقت هنحمر شويه صبيط بالزيت ونطلعه سوبر مقرمش ونقدمه جنب الصوص ده.